صحفي أمريكي يكشف تفاصيل أمريكية مهمة يسعى من خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكين لإيقاف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة مرتقبة للمنطقة وهي مرتبطة بالسعودية، إسرائيل وحماس. فهل ستكون الزيارة الأخيرة الحاسمة؟ سرب موقع الحرة مقالا للكاتب الأمريكي البارز ديفيد إغناتيوس لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن المحاولة المعقدة التي تقوم بها الولايات المتحدة في سبيل إطفاء النيران في الشرق الأوسط بعد اقتراب حرب إسرائيل في القطاع من شهرها الخامس. وكشف الكاتب الأمريكي إغناتيوس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين يعتزم السفر إلى الشرق الأوسط قريبا، ومن المحتمل أن يتوقف أولا في السعودية حيث يأمل في تجديد التعهد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل فقط إذا أنهت إسرائيل الصراع في غزة والتزمت بإنشاء دولة فلسطينية في نهاية المطاف تشمل غزة والضفة الغربية. وضمن سؤال جوهري، ما هي فرصة أن يصافح نتنياهو محمد بن سلمان؟ يقول الصحفي الأمريكي أن النسبة صفر نظراً لرفض نتنياهو العلني المتكرر للدولة الفلسطينية. على قيام دولة فلسطينية بل على وجود الدولة اليهودية، لن نعطي أراضي لأي دولة تهددنا. لكن نظراً لحساسية المسألة، يرى الكاتب الأمريكي أن الشرط السعودي يضع نتنياهو أمام خيارين أحلهما مر، معتبراً أنه إذا تبنى نتنياهو الاقتراح السعودي فسيتفكك ائتلافه وسيحتاج إلى العثور على شركاء جدد، أما إذا رفض فقد يتم إسقاط حكومته من قبل المنافسين الذين يتبنون الصيغة الأمريكية لإنهاء الحرب. لذلك فعلى نتنياهو أن يدرك أنه يواجه خياراً جدياً وأنه سيزن العوامل السياسية بعناية. وفي هذا الصدد أعرب إغناتيوس عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد لنتنياهو لتجنب العار الدائم جراء الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر قد يكمن في أن يتحول إلى صانع سلام مع السعوديين. وأشار إغناتيوس في مقاله إلى أن الوقت بدأ ينفذ وأصبح التوقيت في هذه المسألة أمراً بالغ الأهمية، لا سيما بعد أن أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين. أما بالنسبة لاتفاق محتمل مع حماس، نقل إغناتيوس عن مسؤول شارك في المفاوضات بين إسرائيل وحماس قوله إن لحظة الحقيقة لم تأتي بعد، لكن الكاتب الأمريكي قال إنها قادمة، موضحاً السبب وراء تفاؤله هو أن الإسرائيليين يعتبرون إطلاق سراح الرهائن أولوية قصوى، مضيفاً إلى أنه إن لم تتم هذه الحلول الدبلوماسية فإن البدائل ستكون كارثية.